فيجب بترها حتى لا يتسرب العدوى، تتسرب العدوى إلى كامل الجسد فتقضي عليه. الأفضل أن نقص القدم من تحت ونرتاح ويرتاح الجسم، أفضل من أن يعدي هذا المرض كل الجسم ويأتي عليه ويهلكه. أو العلم الطبي أيضا يقول إذا كانت فيك دملة وتعفنا تكشفه حتى تعالجه، لا تستره على الناس خوفا من أن تقول الناس ولا تقول هذا مريض، لا اكشف وداوي وعالج حتى تبرأ، حتى ترتاح، حتى تشفى. فكذلك فعلت أنا، لابد من كشف هذه الأمراض الوبائية التي هلكت الإسلام والمسلمين حتى نعالجها، حتى نبحث لها عن علاج ودواء. إذا كنت طبيبا ما لم تشخص الداء لابد لك بعد ذلك أن تفهم الدواء. إذن أنا أذكر ملف السقيفة وهو ملف كبير وهو مصيبة المصائب في الإسلام، لأنها تعدي عن النصوص التي رسمها رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى عندما استخلف في غدير خم خليفته ووليه وأخيه علي بن أبي طالب على المسلمين، ولكن كان مؤتمر السقيفة مؤامرة كبرى فآمرت فيها قريش على رسول الله وعلى دينه لتعود بالإسلام إلى الجاهلية الجهلاء، وقد نجحت في ذلك بعون إبليس لعنة الله عليه. ولكن أقولها الحمد لله أن جعل في الأمة أناسا وإن كانوا أقلة، وهذه سنة الله في خلقه، الأقلية دائما ممدوحة في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقليل من عبادي الشكور، والأكثرية مذمومة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أكثرهم للحق كارهون. إذا الأكثرية هكذا، والأقلية التي آمنت بالنصوص واتبعت إمامها وإن لم يحكم بقيت تتبعه في كل ما يفتي وفي كل ما يقول وفي كل ما يفسر، وسميت هذه الأقلية بشيعة علي، ونحن عيال على هؤلاء الذين أوصلوا لنا هذا التراث مع القرون عبر الأئمة من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا بد إذن من نقد بناء، النقد الذي يفتح للأمة أبوابا تصلح من خلالها ما أفسده التاريخ أو ما أفسده المفسدون، حتى ننقض بذلك المسلمين عامة، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن كما نحب أن ندخل الجنة نريد أن لا نمنع دخول الجنة العباد الله المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله وهم إخوتنا من المسلمين جميعا. ولأن جنة الله سبحانه وتعالى عرضها السماوات والأرض وليست حكرة على أي فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف، وإنما لكل من كما قال حديث القدس: خلقت الجنة لكل من أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لكل من عصاني ولو كان سيدا قرشيا. فالمهم أن قضية السقيفة وقضية مأساة الزهراء حسب اعتقادي وحسب ما أيضا تكلم به كثير من المستبصرين أنها هي الركيزة الأساسية في تشييع الناس إلى الحق، في استبصار الناس إلى الحق، عندما يعلمون ما وقع في السقيفة، عندما يعلمون ما وقع لفاطمة عليها السلام، ما هو موقف الزهراء من الخلفاء، ماذا قالت لهم، ماذا قالوا لها، ما هو خطبة الزهراء وما قالت فيها، كل هذا يجعلنا نفهم الأحداث، وكل هذا أيضا يجعلنا نفهم ما وصلت إليه الأمة عبر هذه الأخطاء.
المتكاثرة والمتتالية والتي أصبحت اليوم شبه يعني بحر متلاطم من الأمواج التي تمنع الإنسان من الوصول إلى شاطئ السلامة إلا بعد جهد جهيد قد يدوم السنوات الطوال. وهذا لا يعني بأن الحق موجود ولا يضيع، ما ضاع حق وراءه طالب، وعلى المسلمين جميعا أن يبحثوا عن هذه لينجوا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنهم كلهم موقوفون للسؤال. قال الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيا أيها الذين آمنوا أنتم مسؤولون على أعمالكم وأعمالكم التي تعتزون بها اليوم وتعتبرونها أنها من أحكام الله، فليست من أحكام الله في شيء، وإنما هي أحكام اجتهادية جاءت من معاوية وجاءت من أبي بكر وجاءت من عمر وجاءت من عثمان وجاءت من بعض الصحابة الكبار الذين حكموا في الإسلام، عدا إمامنا سلام الله عليه الذي لم يجتهد برأيه، وإنما كان يتقيل كتاب الله وسنة نبيه ولا يحيد عنهما قيد أنملة واحدة. والتاريخ شاهد بذلك، عندما دعي أمير المؤمنين ليحكم في الناس بكتاب الله وسنة نبيه وسنة أبي بكر وعمر رفض هذا الشرط وقال: لا أحكم إلا بكتاب الله وسنة نبيه.